مناديل يا باشا، مناديل يا باشا. الله يصلح حالك. الله يحن عليك. انا مش شحاته بس انا ظروفي صعبه. الله يحن عليك. احنا على الله النبي يا باشا، احنا على ناس على الله. كفاني يا باشا. الله يحن عليك. الله يحن عليك. انا نسال زي على الله. الله يحن عليك. طبق فول لو سمحت يا باشا. ايه ده؟ انا والله ظروفي صعبه يا باشا. الله يحن فردوس. عليك فردوس حبيبتي اعرفها. دي مراتي. مراتك؟ مين ده؟ انا ما اعرفكش. اعرفك منين؟ ايه يا فردوس؟ مين انت؟ هو بقول مراتي وانت بتقول ما اعرفوش. بصي ما اعرفوش. بصي لي كويس يا فردوس. مين انت؟ اصل عندها فقدان ذاكره بعد عنك. ربنا يكفيك الشر. ايه يا فردوس مش فاكراني يا حبيبتي؟ لا انا ما اعرفكش. طب بصي لي كويس. لا ما اعرفكش. مين انت؟ ما بتقول لك ما اعرفكش يا عم الحاج. بلاش وشي. بصي بصي فاكره قفايا؟ يعني مش عارفه وشك هتعرف قفاك؟ لا انا مش فاكره حاجه خالص. بصي لي كويس. طب هفكرك بنفسي. طيب يمكن تفتكريني يا فردوس. فاكره لما كنت بربطك في السرير وافضل اعجن فيك يا فردوس؟ تربطها في السرير وعايزه تعرفك. استنى بس حاجه، انا بفكرها بس. فكرها ايه؟ طب بلاش. فاكره لما روحنا عند امك في الدور الثاني واتخانقنا سوا ورميتك من البلكونه واتدبستي في اليوم دوت؟ فاكره ولا مش فاكره؟ لا انا مش فاكره. يا عم ليه حق ما تعرفكش؟ اللي انت بتعمله ده كله ليه حق ما تعرفكش؟ استنى بس. تعرفك ازاي؟ بحاول يا عم. استنى ايه؟ بحاول يا عم. حل عننا. طيب ماشي ماشي. طب بلاش ديت. فاكره لما كنت بشرب سجاير واطفيها في ايديك؟ ها؟ الكلام ده. لا انا مش فاكره حاجه. مين انت اصلا؟ انا ما اعرفكش. يا عم روح يا عم. بص يا سهل. بص الوش دوت. انت مش فاكره يا فردوس؟ الله يسهل لك يا عم فردوس. مش عارفاه. طب لا استنى بفكر. ابوس ايدك يا حاج. يا عم تبوس ايدي ولا تبوس رجل؟ ما هي مش عايزه تعرفك. بقول لك ما تعرفكش فردوس اصلا. عندها فقدان ذاكره. طب بلاش. فاكره لما كنت بسخن المعلقه على البوتاجاز لما بنهزر سوا واروح حارق وحاططها في جنبك كده لما عملت لك وحمه هنا؟ فاكره ولا مش فاكره؟ سخن المعلقه وبتحرقها وعايزه تفتكرك. تفتكر ايه ده؟ انت لو ملاك مش هتفتكرك يا عم. ده كان هزار. هزار وده هزار. اه ده احنا بنهزر سوا. فاكره ولا مش فاكره؟ لا مش فاكره. انا ما اعرفكش خالص. خلاص يا عم اللي سهل. خلاص يا حاج. ابوس ايدك خليها تفتكر. يا عم ابوس ايدي. ايه يا عم؟ يا عم اوعى يا عم. ابوس ايدك يا حاج. طب خليها تفتكر. يا عم روح يا عم. مش عايزه تفتكرك هي. بقول لك يا فردوس. يا جماعة أنا ما أعرفوش. مين ده أصلا؟ يا ولية ما تقوليش كده. لا أديك في وشك. مين ده؟ أنت مين؟ هعيده تاني. هعيده تاني يا فردوس. أنت مين؟ أنت مين إيه؟ يا ولية اللي أنا ما أعرفكش. أوعى بس ونبقى حاجة. بص إيه ده؟ خلينا نربيها. ربيها إيه؟ يا ولية بص في وشي. يا ولية بص في وشي. بص مش فاكرة. لا أنا ما أعرفوش. فاكرة يا عم؟ فاكرة لما ورمت لك عينك؟ يا جماعة والله أنا بيعت مناديل. أنا ما أعرفها. يا ولية بصي لي. فاكرة لما ورمت لك عينك؟ فاكرة لما عينك دي بقت قبل كده بقى ليكي ثلاث عيون؟ فاكره ولا مش فاكره؟ بفكرها يا حاج. يا عم اوعى تحكيش بروتي. فردوس مراتي. مراتي فردوس. فردوس وحشتينا. فردوس فردوس قدامي. فردوس تعالى. فردوس معايا علشان اروح. بس انا بساعد في البيت يعني علشان. ربنا يخليك. والله يا ماما الله حنن عليك ورسولك. انت عارف المصاريف والدنيا اسعارها غاليه. يا سلام. تابوه في مسح ايديك. شات فول. بعد اذنك. في بصل اخضر. والله ما بنستخدم مناديل احنا بس صناعيه فما بنستخدم. في هدومنا كده على وقت 10 عيال. يعني مش هتنفعني. الله يخليك ويرزقك يا ستي. هات وهات. حنن عليك يا ماما الله حنن عليك. بس خدوا علبه واحده. الله حنن عليك ورسولك. علشان اروح لعيالي بس. فردوس. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ نعم. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ حضرتك تعرفني؟ اعرفك. انت اتجننتي في دماغك يا بنتي ولا ايه؟ ايه ده انت ازاي تزعلي كده؟ انت تعرفني حضرتك؟ ازيك انت حمارة يا بنت؟ في ايه؟ ايه يا بنتي عارفها منين يا بابا؟ ست ايه دي مراتي يا استاذ. مراتك منين بس؟ انا مش عارفاك يا بابا. انا اصل انا يا جماعه فعلا مش عارفه حضرتك بس ما اعرفش. انا اول مره اشوفك. يا عم بالراحه ماشي. دي مراتي بس عندها. بفهمك اهو. فهمنا يا بابا. عندها فقدان ذاكره. واخد بالك؟ بتخرج ساعات من البيت ومحدش يعرف راحها فين وفي الاخر نلاقيها. يا بنتي انت تعرفي انت؟ لا انا ما اعرفوش. انا اول مره اشوفه. طب انت مالك ومالها؟ تبع استاذ. يا بنتي انت بتستهبلي. انا بستهبل ايه يا عم؟ انا ببيع مناديل.
روح يا سيدي الناس كل حاجه بالعقل بس عايزين يعرفوا بس خمسه كبيره ايه وبتاع انت ما بتشتغلنا يابا فكرني بايه طيب؟ فكرني طيب يا فكرني بايه يا حبيبتي ابوس ايدك يا مش فاكراك ايه انا ما اعرفوش يابا دي ما تعرفكش بشوف انت هتعمل ايه لو هتفطر ولا حاجه واتكل على الله بص بس يعني عشان خاطر ساعديني عشان خاطر العيال معلش احنا اللي نساعدك اه بص طب هفكرك طيب فهمنا واحده واحده ماشي افكرك فكرنا يا طيب فاكر حبيبتي لما نبقى قاعدين مع بعضينا كده في قعده الصفا وكنت بطفي السجاير في وشي ايه يا جدع اللي انت بتقوله ده يا جدع بتعذبها كده يا عم لا مش بعذبها ده كان هزار طب بلاش ليا سجاير ايه بتطفي السجاير في وشها يا راجل يا مفتري لا مش انا مش انت ما بتعرفوش اصلا انت مجنون يابا والله مش فاكر لما طب بلاش فاكر لما كنت اقطع السلك بتاع الكهرباء العريان دوت واحطه في الفيشه ولا اسمعك بيه كده والله العظيم انت بتعذبها وعايزه كويس تفتكريني انا ما اعرفكش اصلا انت هترمي بلاش عليا اتكل على الله يابا بلاش اسمع افكرك بكبيره يابا لما كنت عند امك في الدور الثاني ورميتك من البلكونه لما اتخانقنا يابا انت جاي تشقط يابا انت جاي تشقط يا عم بس يا عم ما انا ببيع مناديل علشان اكل ايه وليه على وشي ده بيتنا البانه يا عم صراحه على ايه يا عم ايه يابا مناديل ايه اللي بتبيعيها؟ ابوس ايدك بطلي اللي انت بتعمليه ده بقى يا عم انا ما اعرفكش انت بتتدلع عليا يا عم بتدلع عليك ليه يا فندم اللي انت بتعمليه ده غلط يا عم وربنا ما اعرفه ده انت صغرتي دماغي طب ماشي ماشي ده لا اعرفه اوعى حضرتك والنبي عشان ده شكله هيخطفني ولا ايه؟ مين حضرتك؟ مين حضرتك؟ انا جوزها حضرتك جوزي منين يا عم انا ما اعرفها انا اي نعم فقد الذاكره بس انا عمري ما شفتك اصلا مش فاكراك فقد الذاكره؟ هي فقد الذاكره عشان كده بحاول افكر طب بصي لي بس انا مش فاكراك اصلا يا فردوس طيب استحاله اعرف واحد طويل كده طب استني بلاش بلاش هو كان قصير هو كان ده لا انا قصيره يا عم يعني بص كده حضرتك ازاي يعني الطول ده ما يمشيش مع بعضه يعني طب استني اوعى كده ما فيش والله انا هحاول بحاول افكرك بنفسي لو طيب. لو انت كلامك صح يعني طيب انا هحكينا ايه الموضوع دي مراتي تمام دلوقتي 7 سنين ما تعيطش بس ما تعيطش عندنا بيبي صغير كده افتكر يا بنتي بلاش افتكر انا طب بلاش. انا عيالي سايباهم مع امي وعشان كده نازله ابيع مناديل طيب بلاش افكر بتبيع مناديل فين دلوقتي انا ببيع مناديل في المنطقه دي طيب هفكرك بيا طيب اتفضل فكرني بالراحه كده اتفضل فاكره لما بنبقى قاعدين في الصالون واحنا بنهزر مع بعضينا كده وروح مطفي السجاير في ايديكي ها يا نهار اسود اظن بقى دي ما تتنسيش ده هزار ده ولا عقاب ولا ده ايه ده طب بلاش فاكره لما كنت بكهربك طيب ياما والنبي الحقوني ده عايز ياخدني يعذبني يعني ذكرياتي حلوه بابا ايه بتزغزغه يعني لا احنا كنا بنهزر لا بنهزر بتهزر ايه يا عم ده انت شكلك مجنون طب فاكره لما مسكتك عجنتك كسرتك ووديتك المستشفى طب بصي لي طيب طب ما تيجي نهزر معانا ولع له في ايديه واضح ان هو بيحب السجاير ده انت مستري شكلك ده انت شكلك كنت هرها اللي مجنون دي ايدك عليا قدام الناس دي هو شكله بيحب الهزار ده انت بتحب الهزار لا 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 ما تمدش ايدك عليا ما تمدش ايدك عليا لا طبعا والم عليك الثانية لا ايه لا وديك المستشفى تاني انت اللي بتمد ايدك عليا يا عم انا مش فاكره انت اضربه ده واحد اللي اتبلى عليا يا جماعه هو انت فاكر ان دول هيحموكي؟ يحموني مش فاكر بصي سيس سيس بيخلط فيك وسكته فردوس ياما ياما فردوس انت فردوس مين يا عم
دي؟ لو سمحت يا باشا نفعني واشتري مني مناديل. على الله انا ما بشحتش حضرتك، انا بحسن دخلي بس. سلام، ما انت شايف الدنيا غلط. واحد بطاطس كده وشويه بيت كده وروق الدنيا. خد مني منديل يعني علبه واحده بس. فردوس؟ نعم فردوس. اللي بتعمليه ده فردوس؟ مين فردوس حضرتك؟ انت قصرتي رقبتي. ايه اللي انت بتبيع مناديل يا فردوس؟ نعم مش عارف مين. ايه حضرتك تعرفيه؟ انا معرفوش، انا اول مره اشوفه اصلا. بصي لي كويس يا فردوس. مين يا عم فردوس؟ يا عم تعرفك منين؟ ليه اول مره اشوفك؟ فردوس مين حبيبي؟ ايه بيقول انا عايز ببيع مناديل يا عم. يا عم ده هنا غالبيتهم. انا عشان فقد الذاكره كل يوم والتاني الاقي واحد كده يعني كل يوم يشتغل. كل يوم نشوف اشكال زيكم انتوا كده يعني. اشكال ايه حضرتك؟ اشكال ايه؟ انتوا مش محترمين ليه؟ الست تتدلع عليك حضرتك يعني. انا هفهمك. تعرفك ايه ده لسه بيقول انا عايز اشتري من ايه؟ ما انا هفهم حضرتك يا اخي. خلي عندكم شويه دم. طيب افهم. طيب انت راجل سعيد المفروض تاخد. انت سمعت منها مش تسمع مني؟ هو ايوه ما بحيح. ما تعرفكش. طب ما انا هقول لك اهو. واقول لك مراتي بس هي عندها فقدان. مراتك مين يا عم؟ مراتك كمان. طب انا عندي فقدان ذاكره بس مش فاكره ان انا متجوزه واحد طويل كده. طب افكرك يا سياره. افكرك؟ نعم فاكره حبيبتي لما كنا بنبعض مع بعض. حبيبتك كمان. استنى. طيب يا حبيبي يا عم اتكل على الله يا عم. تبان عليك راجل مجنون. طيب استنى. ما تعرفكش. فاكره لما كنت احط الفيشه وامسك السلك الكهربي؟ يا عم فيشه كده. انت تبان عليك مجنون يا عم. لا والله بالعكس ده كان هزار. فيشه مين؟ هزار وفيها هزار في الكهرباء. حسبنا الله. انت كنت بتكهربها؟ فاكره لما كنت بطفي السجاير؟ بطفي السجاير تحت باطك؟ يا لهوي بيطفي السجاير تحت باط فردوس؟ حرام عليك انت يعني. انت ترفع منين يا شلون؟ بقول لك مراتي وعندها فقدان ذاكره يا عم. مين يا عم؟ يعني انا هتبلع عليها يا عم؟ مين يا عم؟ يا عم ما تلم نفسك يا عم. انت بتتبلع عليا. اتكل على الله يا عم. انت عايز تطفي؟ فاكر لما كسرت لك ايدك؟ فاكر؟ يا عم طب ايه هو ده؟ طب هتاخد كتير؟ طب استنى. طب تلقيح جتت يا عم. هفكرك؟ بس يا عم. تبان عليكم مجانين. ايه لعن المجانين دي؟ ايه العالم المجانين دي؟ لا حول ولا قوة الا بالله.